يؤسفني قول ذلك، لكن لا بشائر طيبة يحملها العام الجديد للحالمين بتحسن اقتصاد عالمي. لأن النجاح في الأعلام المرئي لا يقتصر فقط على الأناقة وحصص الجمال، تمكنت فيروز زياني بالفصاحة والجمال البريء هي وزميلتها في الجزيرة من حمل لواء سفيرات الإعلام الجزائرية في الفضائيات العربية، خاصة أنها من أسرة إعلامية تميزت بعمق حواراتها وبقصصها الاستقصائية التي فازت بجوائز عالمية. عن فيروز زياني وعلاقتها بجدتها وأهم محطاتها نتحدث لكم في ملخص القصة. فيروز زياني إعلامية ومذيعة جزائرية، برز اسمها في مجال الإعلام لا سيما في ظل عملها مع قناة الجزيرة القطرية، واسمها الحقيقي هو فيروز محمد بوعزارة، أما اسم زياني الذي أضيف إليها فهو اسم الشهرة نسبة إلى زوجها مبروك زياني، وهي أخت لستة من الأشقاء. ولدت الإعلامية والمذيعة الجزائرية فيروز زياني في 19 من شهر أبريل عام 1973 بالعاصمة الجزائرية في حي شعبي وبيت متواضع كانت تسكن فيه العائلة الكبيرة، لذلك تقول نشأتي في هذه الدار الكبيرة المكتظة بكل هؤلاء الأقارب جعل عندي رغبة في تكوين أسرة كبيرة. والدها محمد بوعزارة المولود في العاصمة الجزائرية أيضا عام 1949 هو كاتب صحفي وسياسي جزائري، عمل في برلمان البلاد الجزائري سابقا، وانضمت الإعلامية لقناة الجزيرة القطرية عام 2000 وقدمت عبر شاشتها نشرات الأخبار إلى جانب العديد من البرامج السياسية الشهيرة. وأجرت زياني مقابلة مع الكاتب المصري محمد حسنين هيكل في 25 من شهر مارس عام 2005 تحت عنوان الملفات الساخنة، ولاقت هذه المقابلة رواجاً واسعاً، لا سيما أن الراحل محمد هيكل من أشهر الصحفيين العرب وأبرز الساسة في مصر. وفازت الإعلامية فيروز زياني بخمس ميداليات ذهبية في الولايات المتحدة الأمريكية عن برنامجها للقصة بقية، والذي قدمته عبر قناة الجزيرة. واحتفى والدها محمد بوعزارة بهذا الإنجاز الذي حققته ابنته حينها ضمن منشور عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب في منشوره: حصد برنامج للقصة بقية الذي تقدمه ابنتي فيروز عبر شاشة الجزيرة خمس ميداليات ذهبية في الولايات المتحدة. وتزوجت فيروز من الصحفي الجزائري مبروك زياني الذي عمل في إذاعة قطر الناطقة باللغة الفرنسية وقدم عبر شاشتها أعمالا مختلفة. أنجبت خمسة أبناء وصفتهم قائلة: هم رأس مالي وثروتي الحقيقية وإنجازي وفخري، علموني أن أفهم الآخر وأن أكون متسامحة، صالحوني مع النقائص التي في نفسي وعلموني الصبر. الآن أصبح أجمل لقب بالنسبة لي هو لقب ماما. وفي موقف آخر تداول النشطاء مقطعا مصورا لزياني وهي تبكي متأثرة بوفاة جدتها التي بكت عليها عند ذكر اسمها، وعند وصولها إلى اسم جدتها بدت عليها علامات الحزن حتى أنها لم تتمالك نفسها وانهارت باكية متأثرا برحيل جدتها. فجدتها فاطمة الشاهد عاشت ببادية صحراء الأغواط جنوب الجزائر حيث موطنها، ثم عادت إلى مسقط رأسها مع أولادها ومنهم والد فيروز بمدينة الجزائر قبيل استعادة الاستقلال عام 1962 بحوالي عام. وتحدثت فيروز عن العائلة الكبيرة التي ترعرعت داخلها، وتذكرت بشجن جدتها لأبيها التي توفيت العام الماضي قائلة: كانت ذات شخصية قوية وصارمة، لكنها كانت من الداخل كلها رقة وحنان. وتضيف أن جدتها فاطمة أصيبت بداء النسيان قبل وفاتها، قالت: كنت أخشى أن تنساني، ولذلك كنت أسافر إلى الجزائر مرة كل شهرين أو ثلاثة، وعندما علمت بمرضها الأخير سافرت لرؤيتها رغم أن الطبيب منعني من السفر بسبب صعوبات في الحمل، وأعطتني ساعتين من حياتها وتوفيت. ولم تتمكن فيروز من منع دموعها من الانهمار وهي تتذكر تلك الزيارة. وتحدثت عنها المنتجة في قناة الجزيرة مريم أبايش وقالت إن علاقة وثيقة تربطها بفيروز، وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها المهنية والعائلية بفيروز التي قالت عنها: كانت ولا تزال الأخت التي لم تلدها أمي.